مشكل يعني في الجزائر. المشكلة حنا كنت رزق الله فين كيجي كيتعدى عليك هنايا كتعيك كاين اللي كيتشفى فيك كاين اللي ما كيتشفاش كاين اللي كيتجي محشومة عليك راه الحمد لله. انت خويا كتخدم على راسك. انا كنخدم على راسي كاين اللي كيجي كيتعدى عليك شتي اللي خطرا كيردوني كاع بوطو جيت يردوني هنا دمايزة انت كلك دمايات وردوني خطرا هنايا ضربوني هنايا ما بغاش. دابا عندي المرأة ديالي حنا دابا عندنا وليدات عندي بنية وحدة تبارك الله المرأة تبارك الله دابا حاملة عاوتاني انا كنرزق الله ما كان عندي حد ما كاينش شوف درتي عقلك حتى المعاون اللي غادي اللي غادي يشوف فيك رايح عليك ما كاينش ها من العائلة مخلين عليا ها واحد راه تبارك الله راه قائد محاضرات خدام وباس عليه وهذا يقول الله ما كيدير فيه كداولنا هاي مرت الوالد دابا كنا ساكنين تحنا انت كيف ما قلتي لنا ديك الايامات قلتي الاخ ديالك كان عنده مشاكل وبزاف د الحوايج تعرضت للاغتصاب تعرضت لبزاف ديال الحوايج بزاف د الحوايج بسبب العائله مشاكل حاول غوت اخويا شويه الصوت كيوقف مشاكل عائليه اه مشاكل عائليه كانت يعني كتحاول باش تنسى وتنسى المشاكل هما كيزيدوا كيفكروا ماشي واش هاد الناس اللي تم الاعتداء من طرف ديالهم واش بيناتكم شي صراع بيناتكم شي حاجه هو الزوج ديال اختي اللي كان شويه خايب راجل اختك راجل اختي شويه بحال اش خايب ديوتي العربيه ديوتي بحال اش ديوتي ممكن توضح لنا اكثر ديوتي مازال خصو يتبع الزوم مازال خصو يتبع الدام فهمتني يعني كتعيا ما تحاول زعما تقرب باش زعما يبقى يبغيها وكذا وداك الشيء ما كيديهاش فيها ديوتي كتقول هذه الكلمه لشي واحد اللي كيشوف المنكر وكيسكت ديوتي هو كيدير المنكر هذا مرته كي باش واحد اللي كيبيع مرته راجل كيبيع المراه ديالو كيبيع الاخت ديالك ديال كيبيع كيبيعها لصحابو اللي تعرف مور دابا المشاكل تيكون كنا كندير بها المشاكل علاش زعما واش هذا ما عندوش كرامه ما عندوش نفسيه يبيع يجي يبيع الزوجه ديالو لصاحبو كو كانت عنده الكرامه كاع ما يعطي البنت لواحد الشلوح مربينا انت هادشي ما عجبكش المراه انا هادشي ما عجبنيش انا مرت هادي المراه اللي كنت غادي ناخذ في الاول مشى هو خدا ماشي زعما شي حاجه ولا ماشي بقى كاين الحال ولا لا حاول غوت شويه حاول غوت شويه علاش مشات هي تعدات هذه مرت باها تعدات عليها اه حرقاتها من الحجره حرقاتها منين؟ حرقاتها من الحجره علاش حرقاتها من الحجره؟ كتشوف لها شي اخطاء كتقولهم باها بان هي عاوتاني هي عاوتاني كدير شي حاجه من الزنقه ولا العلم ولا شكون شافها شكون ما شافهاش كتعاود لباها شدتها واحد اليومات حرقاتها حتى باها ما كانتش حرقاتها حتى فقاتها سياق باها خلاص ساق من عيد كبير بحال دوزت لها كدوزها 6 شهور قال لي يومين مكنش عجادو 10 شهور ولا 6 شهور حد زاد خسرها حاول غوت شويه خويا باش يسمعوك باش تتبعين خاصها تدوز الحبس هذيك راه خاصها اكثر من ربع شي راس وانا ما باغيش ندوزها دابا انت كتدبر اخي دابا انت كتدبر على راسك كتبيع الديطاي ما كرهتيش شي خدمه ديال الحلال تخدم فيها اللي فيها يعني فيها ديك 60000 ولا 70000 كنحس بك دابا انت بحال تعقدتي من طرف ديال الاخت ديالك اه ما عقد اخويا كنفكر راه اختي هذيك راه نتي براسك تكون انت اختك تعقد الجلسه اها ما كيعجبكش الحال كتشوف راجل اختك كيبيع اختك ماشي كنشوف انا كنت كنشوف كون ما شنو غندير له حنا الدم حنا ديالنا الريافه حنا هو خايبي يا رجال راك عارف ما رضيتيش بلاصتينا راه ما غاديش ترضى وشنو العلاقه ديال راجل اختك والمشكل ديالها بك بالاعتداء ديالك انت هو انا كانت شحال اللي كانت هي معنا في الدار كان الوالد عبد الباد الوالد ديالنا توفى مات الله يرحمه والديك الشيء مات في 2010 جا واحد عمي شويه قاصح ماشي قاصح حتى هو بغى لها غير خير ولاني ضربة بطاطا هي ما رضاتش فانا من الدار لقيت خدام في الخدمه ديال النظافه وداك الشيء ولكن الناس كيسولوا قال لك بادر زيد شويه في الصوت حاول غوت شويه خو بدر هذيك الخدمه ديال نظافه الانعاش ما فيها اوراق ما فيها كذا ما فيها حتى شي حاجه يعني في اي لحظه يمكن يوقفوك جيت انا جيت من الخدمه لقيت اختي ما كايناش سولت عليها لقيتها ما كايناش مسكينه خرجات بقات هي خدامه في واحد القهوه مزيكي وانا صافي بقات هذا خدامه بقيت نقلب عيزه لقيتها واخا لقيتها باب بوعمايا قلت لها صابري انا جنقول لك اختي راك يا اختي قلت لي اخويا نعاودك اخو ما تضربنيش شنو كدير في باب بوعمايا
كتخدمي في القهوه، كتخدمي في القهوه، كلا اختي خدمي ما ترافقيش مع الاولاد ولا تمشي مع شي واحد يضحك عليك ولا صدق تعرف على هاد خينا هذا. انا فاش عرفتو دار كنا ساكن معاهم في يعني الدار ديالنا ديال جدي الله يرحمه، ضحكوا علينا قال لك واحد عطانا واحد عمو قالت واحد البركه قالت 70000 ولا 70000 لواحد هكذا، انا وخويا اختي عطاوها 30000 ضحكوا علينا شي حاجه. الدار قداش كتبان 90 مليون ولا اكثر من 90 مليون. دابا انت خويا بهذا الاخت ديالك دابا واش مازال مع راجلها؟ والله الا في القبر ماتت. ماتت ماتت مسكينه صافي. حتى واحد كيقول لك اختك خايبه كدير كتفعل كتخرج مسكينه ما كتخرج مع والو. تعقدات الراجل ديالها صافي تعقدات بحال مسكينه في هذاك الانفصال الشخصيه صافي انتحرت. لا لا جوج بنيات اللي خلات وراجلها مشى باع مشى البنت عطاها لواحد خالت المراه ديالو راه شي عطيها لي فرقع على خدمه حشومه. رسالتك اليوم رسالتك اليوم كيفاش شنو كتوصل اليوم الميساج ديالك؟ ايوا كنشوف هاد هنايا عاوتاني انا تاع الدرعي قبيلات هنا ضربوني شي اربعه ديال الدراري خرجوا من هذيك قبيله تعداو عليك شي اربعه. تعداو عليا انت خويا كترزق الله. دابا مثلا شريتي باكيت كارو شحال كتصور فيها؟ جا واحد قال لي حدا من الطريق. قلت له اخويا هاي الطريق انا راه محيد. هو قال لي كيضحك شويه ضحك معايا شويه جا ضربني. تحاموا فيا كبار هما عندهم ديك عندهم 35 36 عام. كيف ما شفتوا المتتبعين كيف ما شفتوا كيف ما قلنا لكم شوف السيد مسكين كيف كيترعد بالبرد. شوفوا حالته كيف دايره الغالب الله كيف السيد كيترعد بالبرد. خوتي حاولوا حنوا في هذا السيد الله يجازيكم بخير. حاولوا تعاطفوا معاه حاولوا. هو كيترزق الله علاش كتعداو على الانسان؟ راه بزاف هذا الشيء هذا راه كما تودين تودان. خوتي الله يجازيكم بخير ما خاصش الانسان يتعدى على خو المسلم. ما خاصوش يتعدى على خو المسلم الله يجازيكم بخير. حاولوا ما تعداو عليه كترزق الله. عطي شي كويره خليه يبيع هو السيد كيف ما شفتوا المتبعين السيد كيترزق الله كيبيع مسكين غير كارو. ها انتوما واش باكيه غيصور فيها 130 ريال كيجي واحد ولا جوج ثلاثه اربعه كيجيو كيكريسيو. علاش علاش شنو زعما؟ قال لك انا كون لقيت الخدمه ديال الحلال ما غاديش نبيع الكارو والله ما نبيعو غادي نمشي نخدم. فيك انت خويا خدام النوبه الاولى خدام 10 ورقه خدام في النظافه ياك؟ خدام 10 ورقه. شحال انت خدام في النظافه؟ 2010 وانا نعاوم حتى الوريقه تنعاوش. وفوقاش حبستي انت الخدمه؟ ماشي حابس مازال خدام تنعاون شويه تنعاون شويه. الكارو ما تتقبضش راه عندك 18000 ريال ديال الكرا. 18000 ريال ديال الكرا. 18000 ريال ديال الكرا. خوتي الله يجازيكم بخير حاولوا بارطاجيو معنا هذا اللايف هذا بارطاجيو معنا هذا اللايف الله يجازيكم بخير. غنخلي لكم رقم الهاتف ديالو واللي بغى يتواصل معاه واللي بغى يفرح هذا السيد والله ما عنده. هو الاخت ديالو اللي كانت عنده راه توفات كان كما كيقولك على اللسان ديالو. قال لك راجل اختو قال لك كيمشي كيدي عند الرجال كيبيع على الرجال لصحابو باش ينعسوا معاها ويفزدوا معاها باش هو يشد الفلوس على ظهر الاخت ديالو. كمل اخويا صافي بقات القصه هكا كما هضرها خويا بهذا الحال غوت شويه راه المتبعين كيشوفوا راه هما كلشي كيقول لك الله يسهل عليك والله يعاونك. امين ونخليو لك الرقم الهاتف ونتمناو من عند الله يتواصلوا معاك. راه قبيله سهيله عليه عفت الزواج شدوا لي جوج عطاوني راسك. علاش ضربوك؟ قال لي حيد قلت لك قال لي حيد من الطريق. قلت له واخا خويا انا طلع برا شويه الميكرو لحظك. انا محيد انا محيد. قال لي وما كنتش ما عجبتش الحال. قلت له ما عجبتش الحال كتدفعني علاش كتدفعني؟ صافي ناد دفعني شدوني عطاوني العصا اللي ضرب قلت له غير ضرب راه مثل الله ولد خويا بدر. شحال كتصور انت في النهار؟ كنصور اخويا ديك 600 700 ريال وحامد الله. حامد الله الحمد لله اللهم لك الحمد اخويا. كيف ما شفتوا المتتبعين كيقول كيصور 600 500 700 وحمد الله وشكره الحمد لله. خوتي راه السيد كيبيع وكيدبر على راسو راه ماشي كيمشي كيسرق. علاش الانسان كيمشي يتعدى عليه؟ راه حشومه عيب وعار. شوف لا عندنا الامن الامن راه كاين عندنا الامن اخويا راه خدام. مشيت اخويا درت البصن درنا. هو الدري اللي كي اللي كي اللي ضربني كاع ما قبطوه. شنو شوف الحمد لله عندنا الامن الوطني خدام الحمد لله. ولكن هاد الدري خصو يعرفوا شكون باش عاد يشدوه. ماشي غيجيو يتهموا بنادم ما دارش شي حاجه.
وشكرا لكم المتتبعين جريدة حلقة مشاهدين مشاهدات قناة عبير، دائما كنوصلوا معكم هذا البث المباشر من قلب العاصمة الإسماعيلية مدينة مكناس. نحاولوا نوصلوا لكم دائما الصورة لنا ولكم التعليق.